في أحضان نجمة السهل الكوراني وفيات أغصان زيتونها وطبيعتها في أميون ولد نصر الله البرجي عام 1965 ليتشرب من خيرات تلك المنطقة عطاء وإنسانية. يتحدر نصر الله من عائلة طبية عريقة بامتياز، فجده الدكتور نصر الله البرجي خريج الجامعة الأمريكية في بيروت في الطب عام 1902 ومؤسس مستشفى البرجي في أميون الكورة عام 1951 الذي تم تحديثه عام 1973 بزيادة أقسام جديدة عليه من خلال أبناء الدكتور نصر الله الجد. والده الدكتور اسكندر البرجي نقيب سابق لأطباء لبنان عام 1974 وعضو المجلس الصحي الأعلى في لبنان، وعماه الطبيبان جميل وفؤاد. والدته مارغريت الخوري الحاج وجده لوالدته خليل عقل شديد كان نائب المتن وعضو مجلس إدارة متصرفية جبل لبنان في عهد العثمانيين، والذي نفاه الأتراك مع ابنه إلى القدس إثر نضالهما دفاعاً عن حرية لبنان واستقلاله. أمضى نصر الله طفولته بين طرابلس والكورة، حيث درس في مدارس الفرير، وتابع دراسته في الجامعة اليسوعية في بيروت حيث درس الطب وتخصص في الجراحة والتوليد. شغفه بالطب دفعه للسفر إلى باريس حيث تخصص في مشاكل العقم وعلاجه. هو حالياً من مالكي مستشفى البرجي في أميون ومديره الطبي. واستكمالاً لمسيرة جده ووالده، بدأ في العام 2017 بإعادة تأهيل وتوسيع المستشفى بحيث ستصبح مؤسسة متطورة تقنياً وصديقة للبيئة. عمل كأستاذ محاضر في معهد التمريض في جامعة القديس جوارجيوس في بيروت، وهو عضو في الجمعية اللبنانية للطب النسائي والتوليد وفي الجمعية اللبنانية للعقم. هذا البعد الإنساني في شخصية نصر الله مد له جسر عبور من الطب وصولاً إلى أكبر جمعية صداقة وخدمة، فانتسب عام 1996 إلى نادي لايونز الكورة، وقد ترأس النادي عام 2004. تدرج في المناصب اللايونزية بين الأعوام 2005 و2016 على صعيد المنطقة 351، فعين رئيس إقليم ورئيس قطاع ومنسقاً لحملة البصر العالمية، وعين مديراً تنفيذياً لمركز التشخيص الطبي اللايونزي النقال الذي يعنى بالكشف المبكر على سرطان الثدي، كما ترأس لجنة البرلمان اللايونزي ولجنة التثقيف اللايونزي. منذ العام 2002 شارك نصر الله البرجي في أكثر من 37 مؤتمراً لايونزياً حول العالم، حيث حضر 9 مؤتمرات دولية، وتوج مسيرته بانتخابه نائباً للحاكم ثم حاكماً للمنطقة 351. هذه المسيرة اللايونزية الطويلة والخبرة المعمقة مكنت الدكتور برجي من وضع برنامج لسنته يحاكي احتياجات بلدان المنطقة 351، فعنوان برنامجه لهذا العام هو الأندية أولاً. وسيطلق الدكتور برجي مع فريق عمله ورشة تطوير على صعيد الإدارة والإعلام عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وموقع حديث للجمعية على الإنترنت وتطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية، وعبر بناء جهاز إعلامي فعال يضعه بتصرف الأندية، وإيماناً بخلق فرص لتأهيل قياديي المستقبل. ستستضيف المنطقة 351 دورة للقيادة في العاصمة الأردنية عمان في شباط 2018 التي ستستقطب مشاركين من 10 دول. وعلى صعيد خدمة المجتمع، سوف يطلق هذا العام برنامج الشراكة في الخدمة بين أندية اللايونز والبلديات التي هي الأداة الفضلى للوصول إلى الناس. الشراكة في الخدمة هو برنامج بيتشارك فيه من جهة الأندية الموجودة بالجمعية ومن جهة تانية البلديات، بالإضافة إلى عيادة الكشف على البصر وعيادة العناية بالسمع الموجودين حالياً بالجمعية،
رح نستحدث هالسنة عيادة نقالة للعناية بالأسنان، وأيضاً عيادة نقالة لفحوصات مخبرية، إضافة لتحديث آلات عيادة الكشف على سرطان الثدي، بالإضافة إلى التقديمات الموجودة حالياً في مركز الخير الليونزي وبرنامج تعليم السيدات في الأرياف حرف يدوية. كل هالخدمات والبرامج النقالة رح تقدمها المنطقة 351 إلى الأندية يلي رح تتشارك مع البلديات لتقديم هالخدمات مجاناً إلى المواطنين. أما النقطة الثانية في برنامج الحاكم الخدماتي فهي تفعيل دور التوعية، فطرق التوعية ستواكب التطور. الجمعية رح تنتج أفلام ترويجية للتوعية حول مواضيع طبية واجتماعية هامة، ورح تبثها عبر حملات مدفوعة الأجر على مواقع التواصل الاجتماعي لتوصل لملايين المواطنين. والمنطقة 351 ستشهد مؤتمرين مهمين، الأول لإطلاق المئوية الثانية للجمعية في مطلع العام 2018، ومؤتمر المنطقة الذي سينعقد هذا العام في بيت مري، هذه البلدة بقلعتها الفينيقية التي تحاكي 5000 سنة من عمر لبنان. وسيشمل المؤتمر برامج ثقافية وتراثية متعددة. هذا غيض من فيض البرامج المرسومة لهذا العام، فمسيرة الدكتور نصر الله البرجي الليونزية تجعل منه رمزاً وأملاً لمستقبل واعد. فهلموا أيها الليونز يداً بيد مع الحاكم نصر الله البرجي لنشر الخير والفرح والسعادة حيثما تصل أياديكم البيضاء.